تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد في سباق التسلح، أمريكا تسبق كثيرا. سباق التسلح موجود في العالم منذ فترة طويلة، إلا أنه دلوقتي وصل لمستوى خطير جدا. الرئيس ترامب لما سئل أن أنت لما هتزود الميزانية العسكرية الأمريكية ده يؤدي إلى سباق تسلح، قال لهم مش مهم سباق تسلح مش سباق تسلح، المهم تكون أمريكا رقم واحد، رقم واحد على الحلفاء ورقم واحد على الأعداء، وإن أمريكا مش هتكون وراء أي حد، أمريكا هتقدم العالم كله عسكريا. سباق التسلح وصل دلوقتي إلى أنه أكبر ميزانية عسكرية في التاريخ هي الميزانية العسكرية الأمريكية 2019. قد إيه بقى؟ 700 مليار دولار، رقم فلكي. 700 مليار دولار ده حجم الميزانية العسكرية الأمريكية 2019. 2017 لسه أرقامها ما طلعتش بالظبط، إنما حضراتكم عشان تعرفوا حجم الإنفاق العسكري في العالم وقد إيه ده واخد من رخاء الإنسانية ومن تنمية البشر، نشوف الأرقام. أكتر دول بتنفق عسكريا في العالم، ما هي أكبر الميزانيات العسكرية في العالم؟ رقم واحد أمريكا، اتنين الصين، تلاتة روسيا، أربعة السعودية، خمسة الهند وفرنسا، ستة بريطانيا. نرجع بقى بالأرقام، أمريكا قد إيه؟ 611 مليار دولار، 611 مليار دولار، ده أعلى رقم 2016. طيب رقم اتنين في الإنفاق العسكري في العالم مين؟ الصين، مش روسيا ولا ألمانيا، رقم اتنين في العالم الصين، كام بقى؟ 215 مليار، رقم خرافي. صح أمريكا بقى فوق جدا 611 والصين 215، لكن رقم الصين هو الرقم الثاني في العالم 215 مليار دولار، اللي هو ميزانية الصين العسكرية. مين رقم ثلاثة؟ روسيا، قد ايه؟ 70 مليار دولار. شوف النزول قد ايه، 611 215 70 مليار دولار، اللي هي ثالث موازنة في العالم، موازنة الجيش الروسي. رقم أربعة ودي مفاجأة، السعودية. السعودية الإنفاق العسكري فيها 2016 كان 63 مليار دولار، رقم أربعة في العالم بعد أمريكا والصين وروسيا. رقم خمسة فرنسا والهند، نفس المستوى، كل دولة فيهم كام؟ 55 مليار دولار، أقل من السعودية. رقم ستة بريطانيا، كام؟ 48 مليار دولار. إذن دول الكبار اللي في العالم من حيث الإنفاق العسكري، أمريكا 611، بريطانيا 48، بينهم الصين 215، روسيا 70، السعودية 63، الهند وفرنسا 55. أمريكا بقى لما جاء الرئيس ترامب قال أنا هرفع بحوالي 10%، يعني لو 600 احسب بقى 10% منهم وكام؟ 60 مليار، هتضيفهم على الميزانية اللي موجودة. المفاجأة إن الميزانية وصلت التي تم إقرارها ل 2019 700 مليار دولار، أعلى رقم في العالم وأعلى رقم في التاريخ. الميزانية العسكرية ديت ليه؟ لأن الرئيس ترامب قلقان جدا، هو بيرى إن الجيش الأمريكي لم يحدث السلاح الأمريكي كما يجب، والترسانة النووية الأمريكية قديمة ومتهالكة حسب تقديره، وإنه لابد إن احنا نرفع ونحدث من السلاح الأمريكي، سواء قوات جوية أو بحرية أو منظومة الصواريخ أو التكنولوجيا الواعدة اللي هي التكنولوجيا المستقبل، لازم يصرف كتير في هذه المجالات، ومن ثم رفع الإنفاق العسكري إلى 700 مليار دولار، الأعلى والأضخم في العالم. سباق التسلح قبل كده العالم حاول يوقف سباق التسلح المجنون نحو إنهاء الحياة على الأرض، فتعاملت معاهدة ستارت واحد، ستارت اتنين، بعد كده نيو ستارت،
انما كل هذه المعاهدات ما قدرتش تكبح جماح سباق التسلح المذهل في العالم. ولما الرئيس ترامب سئل قال مش مهم سباق التسلح، المهم ان امريكا تكون رقم واحد في السلاح في العالم. الثالوث النووي في مهمة أساسية بالنسبة للإنفاق العسكري، تحديث الثالوث النووي. قلنا قبل كده الثالوث النووي اللي هو ثلاث وسائل إطلاق السلاح النووي. السلاح النووي ده ملوش طريقة رابعة، يا يتضرب بطيارة زي هيروشيما، يا بصاروخ من الأرض يصل لمكان تاني، يا صاروخ من غواصة. يبقى إذن يا صواريخ يا غواصات يا طائرات، مفيش أداة رابعة. ده اسمه الثالوث النووي، اللي هي الثلاث وسائل لإلقاء رؤوس أو قنابل نووية. وقلنا قبل كده أكتر من مرة العالم فيه 15 ألف رأس نووي، وقلنا عشان نحفظ ده بسهولة العالم بيلعب بطريقة 7-7-1، 7000 رأس نووي روسي، 7000 رأس نووي أمريكي، 1000 رأس نووي في دول أخرى. الأرقام الدقيقة 7000 رأس نووي روسي، 6800 رأس نووي أمريكي. روسيا بتتفوق على أمريكا ب 200 رأس نووي، ب 2000 رأس نووي، لا ب 200 رأس نووي، إنما بقية العالم 1000 رأس نووي. يبقى 7، هنقول بقى تقريبا، بنقول 7 6800 1000 هنسهلها، يبقى العالم بيلعب نوويا 7000 1000. الثالوث النووي و 6800 رأس نووي أمريكي، الرئيس ترامب عايز يحدثهم كتير جدا، عشان كده عمل هذه الميزانية الأسطورية 700 مليار دولار 2019. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، ان كلام ترامب اللي في الاول انه هيرفع الميزانية العسكرية وانه هيوصلها لمستوى كبير جدا ما كانش مجرد كلام، انما ده طلع كلام بجد، وكلام البنتاجون وراه والكونجرس وراه ومؤسسات كبيرة جدا في امريكا وراه. وقدر الرئيس ترامب يتجرأ رغم كل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في أمريكا، وإن يعمل أعلى ميزانية عسكرية في التاريخ. يبقى إذن كلام ترامب لا ينبغي أن يؤخذ على إنه كلام مرسل، وإنما يبدو دلوقتي إن كل كلمة كان بيقولها أصبح لها تطبيق سياسي الآن. نمرة 2، الصين هي مفاجأة إنها رقم 2 بقى لسنوات طويلة، وإنها داخلة على ربع تريليون دولار ميزانية عسكرية. إنما الصين بتشتغل على حاجة خطيرة جدا جدا جدا، اللي هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده واستخدامه عسكريا دي حرب المستقبل. الصين بتشتغل على حرب المستقبل، الإنسان الآلي اللي هيحارب بدل الإنسان البشري. تبقى الدبابة آلية والطيارة آلية والغواصة آلية والمقاتلين روبوتس أو إنسان آلي موجود في الميدان. الصين بتنفق نفقات رهيبة جدا عشان تكون رقم واحد في المستقبل في سلاح المستقبل اللي هو الجندي الآلي. نمرة 3 في هذا التحليل، إن أسعار السلاح غالية جدا. يعني زمان صاروخ كروز الصاروخ الواحد بمليون دولار، فأنت لو تعمل ضربات صاروخية مثلا 20 صاروخ احسب 20 مليون دولار، لو دبابة فرنسية متقدمة الدبابة الواحدة 10 مليون يورو، لو 10 دبابات وقعوا في معركة معناها خسرت 100 مليون يورو. الطيارة F-35 بحوالي 100 مليون دولار أو 135 مليون دولار، بتكلم بقى يعني أرقام خرافية، 2 مليار جنيه. فلو طيارة وقعت معناها 2 مليار جنيه وقعوا. فدلوقتي نفقات السلاح بقت خطيرة جدا نتيجة ارتفاع أسعار السلاح في العالم. نمرة 4 وأخيرا في هذا التحليل، إنه أمريكا عندها أزمة اقتصادية كبيرة، وأمريكا دلوقتي اقترضت من الخارج بما يفوق الناتج الإجمالي الأمريكي، أكتر من 100% من الناتج الإجمالي الأمريكي. لو بلد تانية كانت بقت مأساة، إنما أمريكا متمسكة نتيجة قوتها اللي موجودة في العالم. تقديرات صندوق النقد الدولي إن الدين أو الاقتراض من الخارج أكبر من الناتج الإجمالي الأمريكي أكتر من 100% من حجم الناتج الإجمالي الأمريكي. المفروض إن أمريكا تخفض النفقات العسكرية، والمفروض إنها تنزل 3 تريليون دولار في العشر سنين اللي جاية من الميزانية. سيناتور أمريكي في مجلس الشيوخ اتكلم وقال: يا جماعة أكبر عدو لينا كأمريكا لا تنظيم داعش
ولا كوريا ولا إيران ولا روسيا ولا الصين. أكبر عدو لأمريكا الدين، الديون اللي على أمريكا. ومع ذلك توقعنا الرئيس ترامب يخفض الميزانية العسكرية عشان الديون الأمريكية، إلا إن هو فاجأ الجميع بأعلى ميزانية عسكرية في العالم وفي التاريخ، 700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأمريكي في 2019. سلاح الغواصات الأمريكي هياخد نصيبه من التطوير في هذا الإنفاق العسكري المتزايد في أمريكا. وبنشوف دلوقتي مشاهد لغواصة نووية أمريكية في القطب الشمالي، بنشوف مشاهد كأنها سينمائية تماما، مش أنها عسكرية، سينمائية تماما لغواصة، وهي بقى بتطلع من قلب الماء وبعدين تكسر الجليد وبعدين تعلو فوق الجليد. مشاهد الحقيقة مثيرة جدا، سينمائية أكثر منها عسكرية مع أنها واقعية تماما. جون كينيدي كان صحفيا زار منزل هتلر وكتب عن وفاته الغامضة. الرئيس الأمريكي الأشهر جون كينيدي بدأ حياته، قضى الخدمة العسكرية في سفينة في المحيط الهادي، بعد كده اشتغل صحفي، كان مراسل صحفي. دي الوظيفة اللي بدأ بيها جون كينيدي بعد ما خلص الخدمة في الجيش الأمريكي. كان مراسل صحفي في أوروبا، لف أكتر من بلد وزار ألمانيا بعد شهور من انتحار هتلر، وزار في بافاريا الاستراحة بتاعت هتلر، وكتب وقتها بخط إيده مذكرات بتباع الآن في مزاد. المذكرات دي قال فيها إن هتلر كان أسطورة، وإنه دلوقتي في حالة من الحقد عليه، إنما قدام هيكون من أهم الأشخاص في التاريخ. إنما المثير جدا إن جون كينيدي الصحفي قبل ما يبقى رئيس لأمريكا ويزور برلين بعد كده بعشرين سنة ويقول الكلمة الشهيرة أنا برليني، جون كينيدي قال إنه وفاة هتلر غامضة وإنه لا يرى إن هتلر قد انتحر. الكلام ده جدد الكلام حول نهاية هتلر، لأن كده شهادة جون كينيدي أو تقديره لما كان صحفي في ألمانيا وقتها إن هتلر لم ينتحر. في نفس الوقت CIA طلعت وثيقة جديدة، الوثيقة دي بتقول إنه هتلر الأرجح إنه كان موجود في أمريكا اللاتينية، وإنه عاش في أمريكا اللاتينية، وإن أحد عملائها خاد صورة نادرة جدا، الصورة ديت مع هتلر سنة 54، يعني بعد 9 سنين من انتحاره. الصورة اللي قدامنا على الشاشة ديت بقى هتلر بعد 9 سنين من نهاية الحرب العالمية الثانية مع أحد عملاء CIA التي تم إطلاق حرية الاطلاع على هذه الصورة ضمن وثائق جديدة. قصة بقى نهاية هتلر تجددت مع كلام جون كينيدي، مع هذه الوثيقة، مع هذه الصورة. في كتاب لباحث الدكتوراه في البرازيل عنوانه هتلر في البرازيل، بيقول هذا الكتاب إنه هتلر لم ينتحر وإنما راح مع إيفا براون اللي زوجته في الساعات الأخيرة، وعاش هناك بين كولومبيا والإكوادور والأرجنتين والبرازيل، وكان اسمه الألماني العجوز. ودلوقتي في تفكير في تحليل جثمان هذا الشخص الذي يعتقد أنه هتلر. ناس كتيرة جدا اتكلموا على نهاية هتلر، إنما الرواية الشائعة أن هتلر في يوم 30 إبريل 45 أدرك خلاص أنه شكرا، الحرب العالمية الثانية انتهت، برلين هتسقط، ألمانيا هتسقط، موسوليني حليفه وصديقه تم إعدامه، فبدأ يجهز نفسه للوفاة. هو مش عايز يتاخد أسير أو يصدر عليه حكم إعدام مهين زي موسوليني، فجاب طبيبه وقال له إيه أفضل طريقة أموت بيها، فقال له إنك تنتحر انتحار مزدوج. هو سعى الانتحار، إيه أفضل طريقة للانتحار؟ قال له انتحار مزدوج، إنه هيتناول السم ويطلق الرصاص على رأسه فيموت بالسم والرصاص. وفعلا جاب السم من قيادة النخبة في الجيش الألماني، وشك ان السم ممكن يكون مش فعال وما يموتش بيه ويتم انقاذه، فجربوا على كلب موجود، لما الكلب مات تعاطى السم ثم اطلق الرصاص على رأسه،
بعد ما تزوج في آخر 40 ساعة من صديقته إيفا براون. لما ماتوا كان ابن جوبلز وزير الدعاية النازي موجود في نفس المكان الخندق أو داخل القبو، لإطلاق الرصاص قال هتلر مات، أخذوه هو وإيفا براون عشان يحرقوا جثتهم برا، رموا نفط على جثمانهم عشان يحرقوهم، كانت السوفيت خلاص وصلوا لم يتمكنوا من حرق الجثث. السوفيت قالوا إن هم انتحروا، لكن بعد كده في شك في الرواية، والبعض بيقول إن هتلر قدر يهرب وإن هو لم ينتحر وإنما غادر، وكان آخر ظهور ليه قبل 12 يوم فقط من سقوط برلين، لكنه تمكن من الحياة لغاية سن 95 سنة عائشا في البرازيل أو في أمريكا اللاتينية. جون كينيدي جدد النقاش بشأن نهاية هتلر، وثيقة CIA وصورة هتلر سنة 54 أيضا قامت بتجديد النقاش حول ما إذا كان هتلر قد انتحر بالفعل أو أنه نجح في خداع العالم بعد أن نجح في تدمير العالم. لقد حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.